السلام عليكم. اليوم بسوي لكم ايس تي بالخوخ او الشاي مثلج بالخوخ. بعد ما ضفنا الخوخ نضيف السكر، نضيف المويه الحاره لحد ما يصير معنا الخليط مهروس او يطلع زي الصوص. على بال ما يجهز الصوص بسوي الشاهي، فراح احتاج نص كوب شاهي واضيفه على مويه مغليه. نخليه ينقع تقريبا لمدة ربع ساعة. طبعا عشان نختصر وقت انا حضرت شاهي قبل وخليته ينقع. لو تلاحظون انه مركز، ولكن ما راح نضيفه كذا، بنخفف بمويه. فهذا الشكل النهائي. الحين بعد ما انهرس الخوخ تماما واستخلصنا كل النكهة، راح نصفيه بالمصفات. بسم الله. انا وراي مميل راسي. نحرك شوي بس عشان يتصفى زين. الالياف طلعناه منه وهذا اللي بقى معنا. والحين الفقرة الاهم اللي بنسويه بالمشروب، راح اسويه بالجي كذا. الحين بضيف الثلج، بعدين بضيف الشاهي، بس لازم اصفيه. حطيت مصفاية هنا، بعدين باقي شوي. طبعا بما ان الشاي مركز مثل ما قلت لكم قبل، بخففه بمويه. المكون الاساسي اللي هو الخوخ. والله هو سرسح، ايش رايك ابو فيصل؟ جميل جدا، والله خطير. مرة يسرسح.